تتميز عشبة الدفلاء القرمزية برائحة فريدة ومذاق مر قليلا، ولها آثار تنشط الدورة الدموية لوقف النزيف وتقليل التورم وتخفيف الألم. السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناتنا الكرام أينما كنتم، أحييكم أبد الدرب. بادر أخ العزيز وأخت العزيزة بالضغط على أعجبني واشتركوا في القناة إن لم تشتركوا من قبل، وحركوا الجرس ليصلكم كل جديد فضلا منكم وليس أمرا. تسمى بالفراشة القرمزية أو السقلاب القرمزي أو الدفلة القرمزية أو بحشيشة اللبن لاحتوائها على العصارة اللبنية. تعد هذه النبتة من نباتات الزينة المعمرة ذات اللون الشكل الجميلين اللذين لديها لإضافة الجمال على الحديقة، كما أنها تعد مصدر لغذاء الفراشات إذ أنها تستقطب الفراش من الفصيلة الضناني، إذ أن لأزهار النبتة رحيق قوي يجذب الفراش وتتغذى عليه الأعاسيب واليرقات. تنمو ليصل طولها لمتر واحد وسيقانها ذات لون أخضر شاحب. يتم ترتيب الأوراق معاكس على السيقان وتكون مستطيلة حادة الأطراف. لديها زهور جميلة جدا مرتبة على شكل سنمة، يصل عدد الزهور من 10 إلى 20 زهرة في السنمة. لمن لا يعرف ترتيب السنمة فهو كما في الشكل. ما يميزها التويج الأرجواني أو الأحمر وأكليل من الفصوص باللون الأصفر أو البرتقالي لإزهار لديها يحدث على مدار السنة تقريبا. بعد انتهاء عملية التزهير تتحول عناقيد الأزهار إلى قرون كالفاصولية، وبعد أن تجف تتفتح تلقائيا ليخرج منها ما يشبه القطن محمل ببذور سوداء. نشأت شجيرة عشب اللبن في جزر الهند الغربية في أمريكا اللاتينية، وبعد إدخالها من غير قصد في تايوان في السنوات الأولى نمت الآن في حالة مستأنسة، ويمكن زراعتها كمصنع تنسيق حدائق. تتميز عشبة اللبن برائحة فريدة ومذاق مر قليلا، ولها آثار تنشيط الدورة الدموية لوقف النزيف وتقليل التورم وتخفيف الألم، ويمكن استخدامها لعلاج التهاب اللوزتين والالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية والتهاب المسالك البولية ونزيف الرحم ونزيف الجرح وأمراض أخرى. ولكن تجدر الإشارة إلى أن النبات كله سام، خاصة أن الحليب أكثر سمية، لكن الزهور هي أيضا حيث تحتوي الصبار على رحيق غني. تتغذى العديد من يرقات الفراشة على السقلاب، كما تساعد سمية الصبار على الهروب من هجمات الطيور. يمكن أن يتسبب ابتلاع حليب الصبار في الضعف وتورم وعدم القدرة على الوقوف أو المشي وارتفاع درجة الحرارة والنبض المتسارع ولكن ضعيف وصعوبة التنفس وتوسع حدقة العين وأعراض أخرى. بعد التسمم إذا كان السم لا يبصق يمكن أن يسبب القيء وغسل المعدة والتنفيس في المراحل اللاحقة. تناول بياض البيض وفيتامين سي واشرب كثير من الشاي القوي، الحقن العضلي للإتروبين، حقن الجلوكوز في الوريد. يعرف هذا النبات باسم تفلة تركي، وهو من النباتات المزهرة والمعمرة. تلقح أزهاره بواسطة الدبابير والنحل والفراشات. تدخل أليافه في صناعة الغزل وبذوره تستخدم في حشو الوسائد. يفرز عصارة حليبية سامة مما قد يتسبب في إصابة العين، ويشتبه في أنه سام لحيوانات الري، ورغم ذلك يستخدم كنبات جميل للزينة. تفلى تركي سمي للغاية للحيوانات، وبالتالي فإن ابتلاع القليل يسبب التسمم وحتى الموت. لاحظ أن الخيول أكثر عرضة للقتل عن طريق الابتلاع العرضي لنبات عند الجوع. ويمكن زراعة أعشاب السقلاب على جانب الطريق بالقرب من حواف الصخور أو على الجدران لإنشاء سياج مزهر جميل، مما يجعلها إضافة جذابة لأي حديقة. وقد تكون ضارة للأطفال خاصة أثناء وقت الإثمار،
قد تكون ثمارها جذابة للأطفال، وهو نبات سام يحتوي على جليكوسيدات القلب عالية السمية. قد يؤدي تناول أي جزء من تفلة تركي إلى التسمم والإسهال والقيء والضعف والتشنجات. يمكن أن يؤدي لمس عصيره إلى حروق الجلد أو الحكة. عندما تنكسر سيقانها أو أوراقها قد يتناثر تدفق العصير في العين ويسبب عدم وضوح الرؤية. إذا تم تناول ثمارها عن طريق الخطأ أو لمس عصيرها اشطف الفم أو اشطف المنطقة المصابة بالماء النظيف والبارد. في حالة حدوث أعراض تسمم شديدة يرجى طلب المشورة الطبية على الفور. ويقال أن موطنه الأصلي المناطق الاستوائية في الأمريكتين، كما تم إدخاله إلى مناطق استوائية أخرى حول العالم. وإذا أردت أن تتخلص من هذه النبتة فأفضل الأوقات للتخلص من الأعشاب قبل الإثمار. أولا، الإزالة. يمكنك إزالة هذه الحشائش باليد، القفاز، أو بواسطة الأدوات في أوائل الخريف أو أوائل الربيع كل عام نظرا لكونه معمرة. فأنت بحاجة إلى تنظيف نظام الجدر تماما لمنعه من إعادة النمو. ثانيا، المكافحة الكيميائية. إذا كانت الحشائش أكثر من اللازم لسحبها فستكون مبيدات الأعشاب مفيدة في القضاء عليها. ثالثا، القص. قم بالجز مرتين بحلول نهاية الربيع من كل عام، وكرر القيام بذلك لمدة عامين متتاليين. ويمكن احتواء انتشار الحشائش بالنسبة للأعشاب الضارة على الأراضي الكبيرة الحجم يوصي بالجز الآلي ملحوظة. هذا النبات سام، خطط للحماية بدقة وارتدي القفازات وتجنب الاتصال المباشر. وهذه الشجيرة الفرعية دائمة الخضرة، خامدة في الشتاء ولكنها تعود في الربيع، ويستحسن سقيه حتى يجف الطقس أو التربة. عندما يكون الطقس جافا في الخريف والشتاء قم برش النباتات للحفاظ على رطوبة الهواء العالية وتشجيع نمو أفضل. وللتذكير، فإن هذه النبتة ضارة أيضا بالحيوانات، حيث يتسبب في إفراز اللعاب وعدم انتظام ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم وانخفاض درجة حرارة الجسم وحتى الموت. أبعد الحيوانات عنها في حالة الابتلاء عن طريق الخطأ. يرجى الاتصال بالطبيب البيطري على الفور أو الذهاب إلى المستشفى الحيوانات الأليفة. وهذه النبتة لها حيوية قوية ونظام جدر متطور، كما يمكنها إنتاج عدد كبير من البذور. إذا غزت الأراضي الزراعية فسوف تؤثر بشكل خطير على نمو المحاصيل. وقبل الختام، أريد أن أسألكم، هل توجد هذه النبتة في بلدتكم وما تسمونها بلهجتكم؟ والسلام عليكم ورحمة الله.